هل أسطورة الطوفان الأشهر في العالم اللي هي أسطورة الطوفان التوراتية معتمدة أو قائمة على أسطورة الطوفان البابلية والسومرية السابقة لها؟ الإجابة وبكل وضوح نعم، لأن كل الأدلة العلمية والمنطقية زي ما هنشوف مع بعض كمان شوية بتشير بكل وضوح إلى أن قصة الطوفان المذكورة في التوراة معتمدة بشكل أساسي على أساطير الطوفان البابلية والسومرية اللي أنا حكيتهم في الجزء الأول، وقلت أنهم الأساس لكل أساطير الطوفان خاصة في منطقة الشرق الأدنى القديم، بل إن قصة الطوفان المذكورة في التوراة بتعتبر بالنسبة لعلماء الأديان أفضل الأمثلة اللي بتؤكد حقيقة اعتماد كتبة التوراة على الأساطير البابلية في كتابتهم. فيلا بينا بقى نبدأ حلقتنا ونبدأ الجزء الثاني ونشوف حكاية أشهر أسطورة طوفان في العالم اللي هي أسطورة الطوفان التوراتية، ونقارنها مع أسطورة الطوفان البابلية، بحيث نشوف ليه بنقول إن علماء الأديان بيعتقدوا إن أسطورة الطوفان التوراتية قائمة على أسطورة الطوفان البابلية. فيلا بينا بقى نحكي الحكاية. قبل بقى ما ابدا احكي حكايه اسطوره الطوفان التوراتيه وابدا المقارنه، حابب اؤكد على معلومتين في قمه الاهميه. المعلومه الاولى واللي انا قلتها الحلقه اللي فاتت، وهي ان اسطوره الطوفان تعتبر اسطوره دينيه قائمه على احداث حقيقيه وليست اسطوره خياليه 100%. والسبب الاخر هو ان اسطوره الطوفان السومريه قد اسست لثلاثه خطوط عريضه، او لنقل مخطط عام قد سارت عليه كل اساطير الطوفان اللاحقه لها خصوصا في منطقه الشرق الادنى القديم. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ببساطه شديده زي ما قلت الحلقه اللي فاتت، ان اسطوره الطوفان قد ذكرت في اغلب حضارات واديان العالم كله. المهم بقى ان كل الاساطير ديت قد تختلف في بعض التفاصيل الصغيره او تتطابق في معظم التفاصيل، الا ان كلها تعتمد على المخطط العام اللي اسسته الاسطوره السومريه، ودول بالتحديد ذكرهم العظيم الدكتور فراس سواح في كتابه مغامره العقل الاولى اللي هسيب رابط ليه في المصادر. المهم بقى ان الثلاثه خطوط العريضه اللي اسستهم اسطوره الطوفان السومريه هم ان اولا يوجد قرار الهي بدمار البشريه عن طريق الطوفان، وثانيهم هو اختيار احد البشر لانقاذ مجموعه معينه من البشر وعدد محدد من الحيوانات، ثالثا انتهاء الطوفان وبداية الحياة الجديدة بتلك الفئة المختارة. دول كده ببساطة الثلاثة خطوط العريضة اللي أسستهم الأسطورة السومرية واللي صارت عليهم أغلب أساطير الطوفان في العالم كله. طيب تمام، بالنسبة بقى لقصة الطوفان التوراتية اللي هي موضوع حلقتنا، فلازم أوضح الأول إلى إنها ذكرت في التوراة بروايتين بينهم بعض التفاصيل، يعني ببساطة اتحكت مرتين وفي بعض التفاصيل الصغيرة المختلفة، وده الحقيقة مش موجود في قصة الطوفان وبس، لا ده موجود في أحداث ووقائع أخرى كثيرة في الكتاب المقدس، وده الحقيقة ليه تفسيراته بالنسبة لعلماء الأديان، وأنا ذكرتها بالتحديث في حلقات الدين اليهودي. وسببه بكل بساطة هو إن كتابة التوراة لم تتم عن طريق شخص واحد، بل تمت عن طريق عدد من الكتبة اللي أشهرهم زي ما قلت قبل كده عزرا الكاتب، وكمان تمت عبر مئات السنين، ده غير طبعا الحذف والإضافة اللي مورست على تلك الكتابات قبل أن تكتمل بشكلها الحالي اللي هو متعارف عليه دلوقتي. وبالتالي فطبيعي جدا ان احنا نلاقي احداث ووقائع كثيرة مكررة بروايات كثيرة بينها بعض التفاصيل الصغيرة في الكتاب المقدس. المهم بقى نرجع لموضوعنا والقصة الطوفان التوراتية ونحكي ملخصها زي ما حكيت قبل كده، ملخص الاسطورة السومرية والبابلية، ونعقد مقارنة بينهما في نفس الوقت. المهم بقى ان اسطورة الطوفان التوراتية بدأت بنفس الطريقة ولنفس الأسباب اللي بدأت بها أساطير الطوفان البابلية والسومرية، حيث قرر الإله اليهودي اللي هو الإله يهوى إفناء البشرية عن طريق الطوفان بعد أن كثرت أعداد البشر وتعاظمت شرورهم وأثامهم. فبنقرأ في سفر التكوين في الإصحاح السادس زي ما احنا شايفين قدامنا كده الآية اللي بتبدأ وتقول: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لإني حزنت إني عملتهم. وبالتالي قرر الإله اليهودي يهوه بنفسه
نفسه أن يخبر نوح اللي هو مقابل لزيوسدرة السومري أو أوتنا بشتيم البابلي اللي احنا حكينا عليهم الجزء الأول أو في الحلقة اللي فاتت. المهم بقى أن الإله يهوه دوت قرر أن يخبر نوح بهذا الطوفان وأن يخبره بأن يصنع سفينة لكي ينقذ البشرية. وهنا بقى لازم أوضح نقطة مهمة جدا، وهي أن الإله اليهودي اللي هو الإله يهوه هو من يقرر حدوث الطوفان، وفي نفس الوقت هو من يقرر أن ينقذ البشرية من هذا الطوفان. أما بقى بالنسبة للأساطير البابلية المتعددة الآلهة، فإن الإله اللي بيقرر حدوث الطوفان اللي هو الإله أنيل يختلف عن الإله اللي بيقرر ينقذ البشرية اللي هو الإله إنكي أو آية اللي احنا حكينا عليهم الحلقة اللي فاتت. المهم إن الإله يهوه قرر أن يخبر نوح بمواصفات السفينة اللي بتختلف في بعض التفاصيل عن مواصفات السفينة في الأسطورة البابلية، ولكن النصان اللي هو النص التوراتي والنص البابلي بيتفق على استخدام القار لطلاء السفينة، اللي أنا قلت الحلقة اللي فاتت إنه أحد مميزات البيئة الرافدينية لأنه موجود بكثرة زي ما قلت في بيئة وادي الرافدين. فبنقرأ زي ما احنا شايفين قدامنا برضو في سفر التكوين في الإصحاح السادس إن الإله يهوه بيخاطب نوح ويقول له: اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه. وبيكمل بقى بقية مواصفات السفينة. وبعد كده بقى بيأمر الإله يهوه نوح كما حدث في الأساطير البابلية بأن يجمع أفراد أسرته وبعض المؤن والطعام وأيضا بعض الحيوانات لكي يبدأ بهم الحياة الجديدة بعد انتهاء الطوفان. فبنقرأ زي ما احنا شايفين قدامنا أيضا في سفر التكوين في الإصحاح السادس: ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستباقها معك تكون ذكرا وأنثى، من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل ما يدب على الأرض كأجناسه اثنين من كل تدخل إليك لاستباقها، وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله هكذا فعل. المهم بقى ان بعد كده بيبدأ الطوفان اللي كانت أسبابه أيضا متشابهة في النصين، في النص التوراتي والنص البابلي، اللي هو عن طريق الأمطار من السماء والعيون من الأرض. ففي النص البابلي عرفنا ان الإله حدد اللي هو إله الأمطار والعواصف والرعد قد فتح أبواب السماء لكي يهبط المطر، أما الإله نرجال اللي هو إله العالم السفلي فقد فتح فوهات العالم السفلي لكي يخرج منها المياه. فبنقرأ زي ما احنا شايفين قدامنا في الإصحاح السابع في سفر التكوين أيضا الآية اللي بتقول: انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء. والحقيقة إن في كتير من الآيات اللي موجودة سواء بقى في الإصحاح السابع أو الإصحاح الثامن زي ما قلت في الروايتين اللي بتتكلم عن إن سبب الطوفان كان المطر والينابيع الأرضية. وهنا الحقيقة في ملاحظتين مهمين عايز أقولهم. بالنسبة للملاحظة الأولى في الآية اللي احنا شايفينها قدامنا دي اللي موجودة أيضا في الإصحاح السابع اللي بتقول: وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء 15 ذراعا في الارتفاع، تعاظمت المياه فتغطت الجبال. ودي الحقيقة ملحوظة عجيبة جدا، لأنه إزاي يكون ارتفاع الطوفان 15 ذراع ويغطي الجبال الشاهقة الارتفاعات. المهم إن الملحوظة دي تخليكوا فاكرينها إن هنحتاجها الحلقة الجاية لما نتكلم عن تفسير أسئلة أسطورة الطوفان. المهم بقى إن بالنسبة للملحوظة الثانية، وهي إن النص التوراتي بيتطابق مع النص البابلي في إن الحيوانات هي من تأتي طوعا إلى السفينة، يعني مش النبي نوح أو أوتنا بشتيم اللي بيروح وبيجمعها بنفسه. فزي ما احنا شايفين قدامنا كده في سفر التكوين أيضا في الإصحاح السادس الآية اللي بتقول: ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستباقها معك، يعني هي اللي بتروح بنفسها. وأيضا في سفر التكوين ولكن في الإصحاح السابع اللي بيتكلم عن رواية تانية لنفس الحدث الآية اللي احنا شايفينها قدامنا اللي بتقول: ودخلت إلى نوح إلى الفلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح وحياة. فزي ما قلت إن الحيوانات هي من تذهب بنفسها إلى السفينة. أما بقى في النص البابلي في ملحمة أطراحيس، فكان الإله إيا يخبر أوتنا بشتيم ويقول له: طرائد البرية ووحوشها وما استطعت من آكل العشب سأدفع بها إليك، يعني الحيوانات هي من ستذهب طوعا بأمر إلهي إلى السفينة كما هو الحال في النص التوراتي. فزي ما
قلت ان النصين بيتفقوا في هذه التفصيله. المهم نرجع لقصه الطوفان التوراتيه. هنا بقى الحاجه الجديده او الحاجه المختلفه شويه في النص التوراتي، وهي ان النص التوراتي قد ذكر المدد الزمنيه لاحداث الطوفان. هي اي نعم فيها تعقيد وتفاصيل كتيره وارقام كتيره واختلافات في الروايتين اللي انا قلت عليهم اللي هم موجودين في الاصحاح السادس والسابع والثامن، الا ان بصفه عامه ممكن او نقدر نقول ان الطوفان استمر لأربعين يوما، بدأت المياه بالانحصار بعد 150 يوم، انحصرت المياه بشكل كامل بعد 150 يوما. يعني نقدر نقول ان الفترة الزمنية من بداية الطوفان لانتهائه كانت حوالي سنة. اما بقى بالنسبة للأساطير البابلية والسومرية فلم تذكر سوى ان الطوفان قد استمر فقط لسبعة ايام. ممن مع انحصار المياه وانتهاء الطوفان قرر نوح ان يرسل بعض الطيور لاكتشاف اذا ما كانت اليابسة ظهرت او لا، كما فعل أتنبشتيم في النص البابلي. فالنصان، النص التوراتي والنص البابلي، بيتفق على إرسال الطيور لاكتشاف إذا ما كانت اليابسة قد ظهرت أو لا، الاختلاف فقط في نوعية وعدد الطيور. فبالنسبة لنوح ففي البداية أرسل غرابا ولكنه لم يعد، وبالتالي فده دليل على أن المرتفعات قد ظهرت، لأن الغراب لا يهبط سوى على المرتفعات. وبالتالي تشجع نوح على أن يرسل حمامة، لأن الحمام يهبط على السهول أو على سطح الأرض، ولكنها للأسف لم تعد. فانتظر نوح سبعة أيام ثم أرسل الحمامة الثانية التي عادت بغصن زيتون، وبالتالي عرف نوح أن اليابسة قد ظهرت، بل أن بعض النباتات قد أظهرت. وبالتالي انتظر سبعة أيام أخرى للتأكيد وأرسل الحمامة الثالثة التي لم تعد، وبالتالي تأكد نوح بشكل نهائي أن اليابسة قد ظهرت. يعني ملخصها أن النبي نوح أرسل غرابا وثلاثة حمامات. أما بقى بالنسبة لأتنبشتيم في أسطورة الطوفان البابلية فقد أرسل في البداية حمامة ولكنها عادت، وبالتالي ده معناه أن اليابسة ما كانش لسه ظهرت. فأرسل في المرة الثانية طائر السنونو ولكنه أيضا عاد، وبالتالي فده دليل على أن اليابسة لم تظهر بعد. وأخيرا قد أرسل الغراب الذي لم يعد، وبالتالي تنبه أتنبشتيم إلى أن اليابسة قد ظهرت. يعني برضو ملخصها أن أتنبشتيم قد أرسل حمامة ثم طائر السنونو ثم الغراب، وبالتالي فالاختلاف زي ما قلت من شوية في نوعية وعدد الطيور، ولكن النصان، النص التوراتي والنص البابلي، بيتفق في أن نوح وأتنبشتيم قد أرسل الطيور لاكتشاف إذا ما ظهرت الأرض أم لا. وأخيرا بقى انتهى الطوفان ورست السفينة وخرج النبي نوح. وهنا بقى النص التوراتي بيذكر أن السفينة قد رست على جبل أرارات، كما ذكرت النصوص البابلية أن السفينة في الأسطورة البابلية قد رست على جبل نصير. مو بقى أن قصة الطوفان التوراتية بتنتهي تماما كما انتهت قصة الطوفان البابلية بتقديم الذبائح أو القرابين للإله، بل إنهما يتفقان اللي هم النصين التوراتي والبابلي على إعجاب الإله برائحة الشاول. فبنقرأ زي ما احنا شايفين قدامنا كده في سفر التكوين، ولكن في الإصحاح الثامن وبنى نوحا مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح فتنسم الرب رائحة الرضا. أما بقى في النص البابلي فبنجد أيضا التطابق على إعجاب الإله برائحة الشوي، حيث نقرأ تستنشق الآلهة الرائحة الذكية. وأيضا بيوجد تطابق في العهد الذي قطعه الإله على نفسه بعدم دمار الأرض وإفناء البشرية مرة أخرى بالطوفان. فبيتفق النصان، النص التوراتي والبابلي، على ذلك العهد وأيضا على رمز العهد. فزي ما احنا شايفين قدامنا كده في الإصحاح التاسع أيضا في سفر التكوين، وقال الله لنوح وبنيه: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض أقيم ميثاقي معكم، فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفانا ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب إني أذكر ميثاق الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد، فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح:
هذه علامة الميثاق الذي أنا أقامته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. يعني ملخص الآيات اللي احنا شايفينها قدامنا، إن الله بيعقد ميثاق مع البشر بألا يفنيهم مرة أخرى عن طريق الطوفان، وبرضو زي ما احنا شفنا إن بيجعل القوس قزح هو رمز هذا العهد، بحيث لما يشوفوا ربنا في السماء ما يقدمش مرة أخرى على إفناء البشرية ويتذكر هذا الميثاق مع البشر. أما بقى بالنسبة للنص البابلي، فبيشير أيضا إلى عهد مماثل لعدم الإقدام على إفناء البشرية بالطوفان، وأيضا على رمز لهذا العهد. فبنقرأ في نص الأسطورة البابلية زي ما احنا شايفين كده قدامنا، إن الإلهة عشتار بتخبر الآلهة وبتقول لهم: أيها الآلهة الحاضرون، كما إنني لا أنسى عقد اللذرد الذي يزين عنقي، فإنني لن أنسى هذه الأيام قط، فأذكرها دوما. وبالتالي في عقد اللذرد العشتار اللي احنا شايفينه قدامنا في النص البابلي بيماثل قوس قزح كإشارة لتذكرة الإله أو الآلهة بعدم نسيان ما فعلوه بالبشرية أو أن يقدموا على إفنائهم بالطوفان مرة أخرى. وبكده نكون خلصنا حلقتنا والجزء الثاني من أسطورة الطوفان اللي اتكلمنا فيه عن حكاية أسطورة الطوفان الأشهر في العالم، اللي هي قصة أو أسطورة الطوفان التوراتية، وعقدنا مقارنة ما بينها وما بين أساطير الطوفان البابلية، وشفنا ازاي بكل وضوح ان اسطورة الطوفان التوراتية معتمدة بشكل قد يصل احيانا لدرجة التطابق في بعض التفاصيل مع اساطير الطوفان البابلية. فضلنا بقى في الحلقة الجاية والجزء الاخير نتكلم عن باقي اساطير الطوفان في الشرق الادنى وفي العالم كله، وايضا هنختم الحلقة برأي العلم او الادلة العلمية في اسطورة الطوفان، ونجاوب على كل الاسئلة اللي انا طرحتها في الحلقة الاولى او في الجزء الاول. فاستنوني الحلقة الجاية. بس كده، سلام.